انواع الناس لما تبعت ريكورد اللي بيسجل اغنيه مش ريكورد. يا اسطى خد بالك الحوار اللي هو عامله ده مش هيعدي على خير، وانا مش هسكت على فكره وهجيب ناس تتكلم وعصافير بتطير. وليه اجيب ناس تتكلم يا صاحبي؟ على فكره انا بعرف اخد حقي وزياده. بعد نص ساعه لت وعجن ورغي واللي بيقوله بيعيده. بس كده يا اسطى، المهم انت مالكش دعوه بالموضوع ده خالص ولا كانك سمعته، وشيله من دماغك خالص. ماشي سلام. اللي ما بيعرفش يرد وكلامه دبش. يا اسطى والله لسه عارف ان ابوك ميت وقاعد حزين جدا جدا، خزان احزان والله يا صاحبي. وعامه يا صاحبي الف مبروك، وعقبال ما ربنا ياخدكم كلكم يا رب، وانت اولهم يا صاحبي. سلام. اللي بينعس وهو بيتكلم. يا عم انت مش مركز معانا يا عم، ركز معاهم يا عم يا زميلي. اللي مقدر ريكورد شتايم. يا عم انت اصلا انسان ابن 30، ما خد بالك العيب مش عليه، العيب على ابو ابن 60. وعلى فكره العيله كلها واخدها وراس العيله بنتي 30. يا اسطى كفايه لحد كده، اصلا ما بحبش اقعد لحد والله، ومش عايز اوثق لساني بالعيله بنتي 30 يا اسطى، ربنا يسامحهم يا عم. لما صاحبك الالدغ يجي لك البيت. ازيك يا اسلام عامل ايه؟ كويس يا فيونا والله الحمد لله. السلام عليكم يا اولاد. وعليكم السلام يا عمو. فيض مالك يا ما ترد السلام عدل. ايه ده اسلام صاحبي يا حجوج، قصدي اسلام صاحبي يا حجوج، قصدك حرف السين. اه مش تقول كده. ازيك يا حبيبي منور والله. شكرا يا عمو. ها بقى قول لي تشرب ايه؟ اي حاجه سخنه مثلا، اشرب نسكافيه. بس كده من عينيا، تشرب حاجه تانية؟ لا كفايه بس كده. بس مباشر. ايه ده يا فيونا؟ وانت ابوك بيتريق عليا ولا ايه؟ لا يا عم عيب عليك، بيتريق ايه، هو بس بيحب يهزر. اه بحفظ. اسلام مفيش نسكافيه، اعمل لك سحلب. لا هات صوبيا. والله ما جاي تاني.